بسم الآب والابن والروح القدس إلهًا واحد أمين. الإعلان من قناة الملكة والأمير حصريًا: مصر الأزهر الشريف يصدر فتوى حول ديانة الطفل يوسف شنودة. ماذا بعد؟ بعد الجدل الذي أثير في أوساط الشارع المصري، أصدر الأزهر الشريف فتوى حول ديانة طفل لقيط قامت أسرة مسيحية بتبنيه بعد العثور عليه أمام إحدى الكنائس المصرية بشمال العاصمة القاهرة. وفي منشور على الفيسبوك قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ورد سؤال إلى مركز الأزهر رد جميل، وهو العالمي عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس، والجواب كان هو: هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده. هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم، وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا. وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة، الهداية في شرح بداية المبتدأ. الجميل الأم أمال بتقول سموا شنودة يوسف مش صدفة لأن قصتهم متشابهة. بعد أن خرجت فتوى من الأزهر الشريف ومفاداة أن الطفل الذي وجد في كنيسة أو مكان أهل الذمة فهو منهم، وهذا اعتراف صريح بأن الطفل شنودة والذي وجد في الكنيسة مسيحي، فمن حق أسرته التي تتكفل بتربيته أن يعود إليها. وفي لقاء للسيدة أمال وزوجها والمستشار نجيب جبرائيل مع موقع وتحيا مصر قدمت خلاله الشكر لله، وأكدت أنها كانت تعلم أن ابنها سيعود لأن الغير مستطاع عند الناس ومستطاع عند الله، وأوضحت أن تسميه شنودة يوسف من الصدفة ده بإذن من ربنا، لأن يوسف إخوته رموه في البير وباعوه واتسجن ظلم، لكن ربنا وقف معاه وأصبح الرجل الثاني في مصر. وقصة يوسف بتشبه قصة شنودة، هم لما غيروا الاسم كان قصدهم حاجة لكن ربنا اختار اسم يعبر عن شنودة. وعند سؤالها عن ما قاموا بالتبليغ عنهم رددت أنا مسامحاها وربنا يسامحهم وما يحرمش أي طفل من عيلته شنودة، ما كانش يقدر يبعد عني خالص. الخبر بقى المحزن جدا والمؤلم جدا أيضا، ما هو الخبر؟ وهو فيديو المحامي كرم غبريال عن مزاعم مريم يوسف تكذب وتستحق العقوبة لنشر بيانات ومعلومة مغلوطة. علق الأستاذ كرم غبريال محامي أسرة الطفل شنودة على مزاعم مريم يوسف قريبة الأستاذ صاروخ فوزي بولس والد الطفل بالتبني. وقال غبريال لكاميرا موقع الأقباط تحيون ظهرت فيديو وأدت به بتصريحات تحوي كلام مرسل ومغلوط ومعظمه مزور، وقال الكلام اللي قالته في الفيديو للاتهامات الخطيرة تكدر الأمن العام، نشرت بيانات ومعلومات مغلوطة تستحق وتستوجب العقوبة. لو هي من الصادقين كانت اتقدمت بالأمس إلى مكتب النائب العام أو تتقدم بإضافة أقوالها في محضرها رقم 4600 لسنة 2020 إداري الشرعية. طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وهذا الكلام الذي أحزن الكثيرون من هذه الإنسانة التي دلست وأعلنت بأخبار مغزية وأخبار غير حقيقية. وبالرغم من كل ذلك إلا أن الجدل حول أحقية الأبوين بعودة الطفل شنودة وديانة الطفل بعد تدخل الأزهر، كل هذه القصة التي أثرناها ونقشناها. أما بالنسبة للطفل شنودة فاروق فوزي وعاش معه كعائلة واحدة مدة 4 سنوات قبل أن تقدم ابنة أخت الزوج شكوى إلى مكتب النائب العام للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت إن الطفل اختطفه الزوجان وليس ابنهما. وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي وثبت بالفعل أنه غير مرتبط
بهم بيولوجيا قرر المكتب المدعي العام المصري وضعه في دار ايتام باعتباره غير مؤهل وتغيير اسمه الى يوسف ولم يتخذ الادعاء ضد اجراء ضد اي الزوجين. وبحسب والدة الطفل فانها سجلت الطفل باسم زوجها واسمها في شهادة ميلاد رسمية بعد ان ذكرت انه ابنها، مضيفة انها لا تدري انها خالفت اي قوانين، وقالت انا اعرف فقط اني ربيت الطفل 4 سنوات في حضني بكل المحبة وكل الحب. وضعت السلطات المصرية يد على الطفل بحكم قضائي صدر منذ عام، وأودعته احد دور الرعاية وذلك بعد عدم الاستدلال على اهله، واصدرت شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد وهو يوسف ودين جديد وهو الاسلام. وكان محامي نجيب جبرائيل وهو محامي السيدة امال قال للبي بي سي ان الاجراء الذي اتخذته السلطات المصرية ليس صحيحا، لانه من يعصر عليه في داره عبادة يكون مسيحيا يصبح مسيحيا بالتبعية. وأوضح أن فقهاء المسلمين قالوا بذلك، مضيفا أنه تقدم بطعن على قرارات السلطات بنزع الطفل من هذه الأسرة. من جهته يقول هشام القاضي المحامي بالسناف العالي ومجلس الدولة أن الأطفال مجهول النسب والذي يعصر عليهم في أي مكان يوضعون بدار الرعاية وطبقا للقانون ويصبحون مسلمين. وكانت الكنيسة تتيح التبني للأسرة المسيحية قبل أن يغير البابا شنودة بطريرك القبطية القرزية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السابق اللوائح لتنضوي تحت قانون الأحوال الشخصية في عام 2008. وحكم المحكمة الإدارية بعد 6 أشهر من المداولات، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أن إعلان عدم اختصاصها بهذا القضية المعروفة إعلاميا باسم قصة أو قضية الطفل شنودة، وذلك بعد عدة جلسات دامت ما يزيد على 6 أشهر استمعت فيها إلى أطراف القضية وعلى رأسها أسرة الطفل بالتبني. الأزهر يتدخل على خط الأزمة، لم يتدخل الأزهر بشكل مباشر بالقضية، ولكنه نشر عبر صفحاته الرسمية لمركز الفتاوي إجابة على سؤال استفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس. وكانت إجابة الأزهر أنه الطفل من وجد ليحسم الجدل والفقه حول الديانة أنه مجهول النسب دون أن يذكر تحديدا الطفل شنودة أنه أصبح بذلك مسيحيا. كل الشكر وكل التقدير ليكم، ولكن ما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المغردين الداعين إلى عودة الطفل شنودة إلى أبويه. فقاد سيمون سامي حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي لدعم والدي الطفل شنودة، داعين إلى عودة الطفل لوالديه الذين أشرف على تربيته منذ 4 أعوام، وردا على سؤال أو رد سؤال إلى المركز العالمي للفتوى والاستفسار عن ديانة الطفل شنودة الذي حصل عليه داخل إحدى الكنائس، والجواب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الإسلام وإله أنه اعتبر الطفل شنودة بعد كل هذه المداولات فهو مسيحي. وبعد كل ذلك لا ننسى ولا نقول لا ننسى ابدا اننا نقول لكل عام وانتم بخير ورمضان كريم، يا رب يجعل هذا الشهر بالنسبة لهم شهرا كريما على جميع المصريين ويبعد عنا الغلاء والوباء. وباسمي انا كصحابي واعلامي مسيحي اقول كل عام وانتم بخير، ويا رب يجعله شهر كريم عليكم ودايما في اطمئنان وسلام. نشكر ربنا على كل حال، يا رب تكونوا بخير واسعد حال، وان شاء الله شنودة يرجع، ان شاء الله شنودة يرجع، ان شاء الله شنودة يرجع.